أنا عارفة الموضوع اللي تبيني فيه. لا ما تعرفين الموضوع، يمكن أنا عارف موضوعك بس أنتي مستحيل تعرفين موضوعي. زين تفضلي، شو موضوعك؟ موضوعي بختصر لك إياه بكلمتين، مبروك عليك صقر. عفوا ايش قاعد تقولين؟ ايه مبروك عليك صقر، خلاص انا ما ابي ولا افكر فيه ولا ابي حتى اتزوجه، ما ابي اعيش مع انسان قلبه وروحه مع انسانة ثانية. شاهد انت من صدقك ولا شنو؟ شو هالكلام اللي قاعد تقولينه؟ ايه من صدقي، وغلطتي اني تمنيت اكون بحياة شخص هو ما يبيني، بس اطلب منك طلب؟ انزين طلبي خير، شنو تبين؟ ابيش تحطين صقر في عيونك، ترى هو يحبك وانسان طيب وتحدى العالم كله علشانك. لا 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 لا، كلامك هذا ما يدش العقل، ممكن افهم شو اللي غير رايك؟ وليش انت اللي جايه تقولي لي هالكلام الحين؟ مو هذا صقر اللي كنتي تحلمين انه بيوم من الايام تكونين شريكه حياته؟ شو اللي تغير بكلامك؟ يهمش تعرفين؟ يهمني أعرف، ولو ما يهمني ما بتلقيني قاعدة معاك وقاعدة أسمعك الحين.